ماشي، لو معاك مشط هات. معايا مشط وبراي. حسبي الله ونعم الوكيل، في اي حد بيرمي الحاجات دي في الميه. ماشي، لو معاك مشط هات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين يا رجال؟ كل سنه طيبين. ان شاء الله النهارده بقى احنا في اول يناير اهوت، وان شاء الله جايين ننزل نشتغل في البحر. المركب بتاعنا واحنا جماعه صيادين، اخو كبروان معاكم. ان شاء الله هاخد الكاميرا معايا، ان شاء الله تحت في الميه يا جماعه، واللي انا بشوفه تحت الميه ان شاء الله انتوا هتشوفوه. هنشوف ايه اللي موجود تحت الميه، وطبعا في بقى بيبقى في حاجات تقع في الميه، وكنا نلاقي حاجات بنطلعها بقى. احنا بنحافظ على الميه بقى، اي حاجه في الميه بنحاول نطلعها، وبنرجو بقى من الناس كلها انها تحافظ على نظافه البحر، عشان بقت حاجه لا تطاق بصراحه. والله يا جماعه ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جديد ان شاء الله النهارده في الغوص، وان شاء الله اخد لكم الكاميرا تحت الميه، واللي انا هشوفه تحت الميه ان شاء الله انتوا هتشوفوه يا رجالنا. ولو عجبكم الفيديو وعجبكم النوعيه دي من الفيديوهات، يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات النوعيه دي كويسه وعجبكم، واحنا ان شاء الله باذن الله هنحاول نعمل سلسله فيديوهات كويسه باذن الله. دوس لايك واشترك في القناه، وانتظروا منا كل جديد يا رجاله. مع السلامه. استخدام يا رجاله النضاره والبدله، ونهاركم زي الفل ان شاء الله. الكاميرا معانا والدنيا جميله. القرية بقت شكلها جميل من ساعة ما اتفتح. بس بقى صباح الفل يا رجالة. في مشط معايا اهو جبت. ماشي، لو معاك مشط هات. معايا مشط وبراي. انتظرونا في اللي جاي يا رجالة. مع السلامة. يلا
بتحدد الطوب على ايه؟ مش هتجيبها. انت بتحدد الطوب عشان تجيبها مش هتجيبها. بقول لك بتطير. يا ابو سهل. حسبي الله ونعم الوكيل. في اي حد بيرمي الحاجات دي في المايه؟ بلاستيك اهو.